رأي حضرتك في المشهد الجديدة بكل صراحة، ومتقبلين أي نقد وأي كومنت بس حضرتك. بصي، عشان أنا مع نور من أول قصة الماتشة دي، هي الماتشة مختلفة شكلا وموضوعا، مختلفة في الطعم، مختلفة في اللون، مختلفة في الشكل. خليتني جربتها مشروب وما لقيتيش، فقلت لها دي مختلفة تماما. حلوة جدا. أول حاجة أنا مع أي حاجة تعدي الأعصاب، ده بينعكس جدا على البشرة، وهي مفيدة جدا. أي حاجة خضراء أنت عارفة إن هي مفيدة أوي للبشرة، وفعلا فعلا أنا بشربها بتهدي مودي جدا. لما دقتها بجد يعني هي مش محتاجة تحطلها ولا عسل ولا سكر، خليها بأي حاجة، وفي نفس الوقت بتدي مود حلو كده، و يعني بتبقى جميلة أوي وحلوة أوي، والسترونج بتاع الانتنس حاسة بالفرق يعني. حلوة أوي.